ناخذ اهم هذه الانواع اللي هي ستافيلوكوكس اوريوس. بصوره عامه تحتاج ستافيلوكوكس اوريوس الى هوست كومبرومايز، الى مضيف مناع، الجهاز المناعي اللي يكون ضعيف. ستافيلوكوكس اوريوس انفكشن such as break in the skin ممكن ان تنتقل عن طريق الجروح او اي خدش يحدث في جسم الشخص، وبالتالي الفورن بوديز راح تنتقل الى بلو ستريم. فور اكزامبل مثل ما ذكرنا الوونز، الجروح، سيرجيكال انفكشن اور سنترال فينوس كاتيترز، القسطره الوريديه. كذلك ممكن ان تنتقل عن طريق جريبات الشعر، هير فوليكل، اور كومبرومايز اميون سيستم، او الجهاز المناعي يكون مثل ما ذكرنا ضعيف. ستاف اوريوس راح تسبب الانفكشن او العدوى. هنا نركز على الاوفر كومينج هوز ذا فيس ميكانيزم، يعني الجهاز المناعي للانسان يجب ان يكون ضعيف حتى تستطيع بكتيريا ستافيلوكوكس اوريوس اختراق الجهاز المناعي. ممكن برودكشن اوف اكسترا سيلولار سبستانس، ممكن ان تفرز هذه البكتيريا مواد تسهل عمليه الدخول. ريزلت اوف توكسين، ممكن ان يتواجد التوكسينات مع غياب الباثوجين، وممكن ان يتحد التوكسين مع الباثوجين، كومبينيشن اوف انفازيف انفكشن اند انتوكسينيشن. الباثوجينيسيس الامراضيه، فيرنس فاكتور اور جينيتيك، اما يكون جينيتيك او بايوكيميكال اور ستراكشر فيتشرز ذات انابل ان اورجانيزم تو برودوس ديزيز، اما يكون جينيتيك وراثي متناقل بين ال species of bacteria، أو ممكن أن يكون biochemical، وممكن أن يكون structure features يعني خصائص تركيبية ال pathogen to produce disease. The clinical outcome of an infection depend on the virulence of the pathogen، يعني شدة المرض تعتمد على ال pathogen، and وبالمقابل effectiveness of host defense mechanism وميكانيكية أو آلية الدفاع لدى المضيف. Staph aureus expresses many potential virulence factor، يعني ممكن أن تنتج العديد من عوامل الضرارة مثل coagulase activity. Result in localized clotting، راح تكون في نفس المكان تسبب الكلوتينج، يعني البكتيريا تحيط نفسها أو تغطي نفسها بكلوتينج حتى تمنع البوليمورف نيوكلير نيتروفيلز من الوصول إليها، تمنع الجهاز المناعي نيتروفيلز من الوصول إليها. And other immune defense والدفاع المناعية الأخرى من الوصول إلى الستافيلوكوكس أوريوس. هذه الخاصية اللي هي الكوغليز، this would make coagulase virulence factor، راح تجعل من coagulase factor انه حتى لو بوجود ميوتان طفرات وراثية، ability to make this factor remain virulent in animal models، يعني ممكن ان يبقى هذا العامل هو من احد عوامل الضرر حتى بوجود طفرات وراثية تقلل من قابلية او قدرة coagulase على التأخر. إذن العامل الأول هو الكوغليز، الباوند أند فري كوغليز، which clot plasma and coat the bacterial cell، راح تعمل كلوت للبلازما تخثر وتغطي البكتيريا سيل حتى تمنع الفاجوسايتوسيس. العامل الآخر اللي هو هايلورانديز، also known as breathing factor، ويعرف أيضا بس breathing factor، يعمل على break down تدمير الهيرونيك أسيد، ويعمل يساعد أيضا بالانتشار. Staph aureus also produce deoxyribonuclease اللي هو DNAS، which break down the DNA، يدمر ال DNA ويحطم ال DNA. أيضا تفرز اللايبيز to digest lipid، يهضم الليبيد، وستافيلوكينيز to dissolve fibrin، fibrin and aid in separate and beta lactamase for drug resistance. يعني هاي كلها عوامل الضراوة قسمناها إلى انزيمات.
الكوغليز is a protein enzyme produced by several microorganisms that enable the conversion of fibrinogen to fibrin. يحول فايبرينوجين إلى فايبرين. كوغليز هو إنزيم يحول فايبرينوجين إلى فايبرين. يستخدم للتمييز بين different type of staphylococcus. يستخدم مثل ما ذكرنا التمييز بين staphylococcus. staph aureus راح يكون كوغليز positive بينما بقية الأنواع يكون كوغليز negative. staph aureus is generally كوغليز positive meaning that كوغليز negative usually excludes staph aureus. However, it is known that not all staph aureus are كوغليز positive. يعني بمعنى أنه ليست كل أنواع أو سلالات staphylococcus هي تكون كوغليز بوزيتيف، فقط جاست ستاف اوريوس راح يكون الكوغليز بوزيتيف. مثل ما ذكرنا دي الدينيز اللي هو دي اوكسيرابونوكليز راح يكون موجود من ضمن الانزيم which produced by staphylococcus aureus راح destroy DNA يدمر الDNA ويحطم الDNA. هايلورونديز destroy tissue. الستافيلوكينيز دستور فايبرين and aid in spread راح يذوب الفايبرين ويساعد في عملية انتشار البكتيريا. بيتا لاكتاميز for drug resistance because contain gene encoded. البيتا لاكتاميز يعمل كعمل drug resistance مقاوم للعلاجات والسبب هو يحتوي على gene encoded. بيتا لاكتاميز antibiotic resistance يعني يحتوي على جين مشفر يحتوي على البيتا لاكتاميز انتيبايوتيك ريسيستنس مقاوم الى الانتيبايوتيك. من عوامل الضرر الاخرى اللي هي التوكسينز depending on the strain staph aureus is capable of secreting several exotoxin تفرز سموم خارجيه اهم هذه الانواع هو السوبر انتيجين. سوبر انتيجين اكتيفيتيز ذات اندس توكسيك شوك راح يحفز التوكسيك شوك سيندروم TSS. This group include the toxin تحتوي على هذا التوكسين اللي هو TSST1 Toxic Shock Syndrome Toxin number 1 Enterotoxin Type B which cause Toxic Shock Syndrome associated with tampon. Use this is characterized by fever, arthritis, rash, hypotension, shock, multiple organ failure and skin Discrimination, lack of antibody to TSST1 play a part in the pathogen of يعني معنى هذا الكلام كله احنا اللي ناخذه من عنده انه سوبر انتيجين يحتوي على توكسيك شوك سيندروم واللي يضمن توكسين توكسيك شوك سيندروم تايب 1 او توكسين 1 والانتيروتوكسين تايب بي. يعني المطلوب من عندكم انه التوكسينات تذكر لي سوبر انتيجين وتشرح لي فد شيء مبسط عنه انه سوبر انتيجين اكتيفيتي ذات اندس توكسيك شوك سيندروم يحتوي على التوكسين TSST هو توكسين شوك سيندروم توكسين نمبر 1 وانتيروتوكسين تايب بي. الى هنا ممكن ان تذكر السوبر انتيجين. السوبر انتيجين يحتوي على انتيروتوكسين. انتيروتوكسين يتضمن الانواع اي وبي وسي ودي والاي اند جي produced by approximately half of all staph aureus isolated. كل هذه الانواع هي تفرز عن طريق الستاف اوريوس. when this bacteria contaminate food اذا حدث تلوث المواد الغذائيه are allowed to grow they secrete exo or enterotoxin. هذه الأنواع راح تفرز الانتيروتوكسين. يعني كل توكسين تأخذ من عنده فد جزء بسيط، البقية هو شرح مفصل للانتيروتوكسين والإكسوتوكسين. أنت مطالب ب تعداد هذه الأنواع وشرح بسيط عن كل نوع.
توكسيك شوك سيندروم توكسين ذكرناه بالبداية، أيضا هذا النوع الثاني من السوبر أنتيجين. عندنا مصطلح مهم اللي هو ستافيلوكستانثين، اللي هو بيجمنت صبغة that is produced by some strains of Staphylococcus aureus and it is responsible، وهي المسؤولة عن اللون الذهبي أو الأصفر للبكتيريا، responsible for the characteristic golden color، مسؤولة عن اللون الذهبي للبكتيريا Staph aureus. Its species name Staphylococcus also act as virulence factor، أيضا تعمل كعامل ضراوة، لأن تعمل it has an antioxidant action that مضاد للأكسدة that help microbe if it death، تجنب الميكروب الموت بسبب active oxygen species produced by the host immune system، الأكسجين الذي تجاه الجسم المضيف. انتهت محاضرتنا كانت مطولة بعض الشيء، لكن كلها معلومات يجب أن نوضحها لكم. ملخص هذه المعلومات، وهذا الملخص هو لا يغني عن المحاضرة، لكن بعض الملاحظات المهمة انه هي البكتيريا راح تكون جرام بوزيتيف كوكاي نورموتايل فاكولتيتيف ان ايروبيك، كما ذكرنا جرام بوزيتيف كوكاي غير متحركة لعدم وجود الأصوات، فاكولتيتيف ان ايروبيك اختيارية لا هوائية، ونون سبور فورمينج لا تكون سبورات. أهم هذه الأنواع هي ستاف أوريوس اللي يكون الكوغليز لها بوزيتيف، بينما بقية الأنواع اللي هي سابروفيتيك يكون الكوغليز لها نيجاتيف، والإبيديرمس والإبيديرمايتس أيضا يكون الكوغليز لها نيجاتيف. هذه البكتيريا وخصوصا ستاف اوريوس راح تفرز العديد من الانزيمات او تنتج العديد من الانزيمات اللي هي الدينيز اللي يعمل على ديستروي دي ان اي، تدمير الدي ان اي، هايلورونديز ديستروي تيشو يدمر الانسجه، وستافيلوكاينيز ديسولفابرين اند ايد سبريد يذوب الفابرين ويساهم او يساعد في عمليه انتشار البكتيريا، وبيتا لاكتاميز دراج ريسيستانت تكون يعمل على مقاومة العلاجات أو الأنتيبيوتيك المضادات الحيوية. أيضا من ضمن عوامل الضرر والتوكسين ومثال عليه السوبر أنتيجين اللي يقسم إلى أنتيروتوكسين، ومثال على الأنتيروتوكسين A والB والC والD والE G توكسين، وكذلك TSST اللي هو شوك سيندروم توكسين نمبر 1، واكسفوليتيف توكسين، وكذلك اذر توكسين اللي هو الالفا والبيتا والدلتا، وهناك توكسين يسمى بالبي في ال اللي هو بانتون فالنتين ليكوسايدين توكسين. هذا التوكسينات يسبب نيمونيا عند الاطفال. واخيرا مصطلح ستافيلوكستانثين اللي يعرف على انه pigment that produced by some strains of Staphylococcus aureus responsible for golden color، هو المسؤول عن اللون الذهبي للستاف اوريوس، وكذلك يعد احد عوامل الضراوة الذي يعمل على الاوكسيديشن اور انتي اوكسيدانت، لوجود الاكسجين في الجهاز المناعي المضيف.